السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله اليوم تكونوا بتم الصحة والعافية وانتم تشوفوا هذا المقطع. قبل بداية المقطع، طبعا مقطع اليوم مقطع رهيب وإن شاء الله بيعجبكم، لكن قبل بداية هذا الفيديو اشترك بالقناة إذا انت ما مشترك وفعل جرس التنبيهات عشان يكون وصل لك كل فيديو جديد. وحاب أشكركم على 260 مشترك. مقطع اليوم بيروينا عن بإيش تقدر تقطع بالسكين النارية، يعني هو بيقطع عدة أشياء ونحب نشوفها. ممكن بعضكم أول يوم بيشوفها، ممكن بعضكم شاف هذا الفيديو. المهم قبل ما أبدأ هذا الفيديو، اضغطوا على زر اللايك واشتركوا بقناة إذا أنتم مشتركين، وتابعوا المقطع. أتمنى أن الفيديو لما تشوفوا الآن مع السكين ويحميها، يعني يفعلها، يعني خليها حامية كثير. طبعا الآن جاب هذه الصابونة والسكين، قاس الآن نقطع بها قاس الآن نقطع الصابونة. طبعا طلع صوت. المهم يا شباب، هذا كان مقطع اليوم، أتمنى أنه عجبكم. إذا عجبكم اضغطوا على زر اللايك وشكروا بقناة إذا أنتم مشتركين، فعلوا جرس التنبيهات ونشوفكم بمقطع جديد إن شاء الله.